الو كده يا شيف؟ الو كيف يا شيف؟ ما اجبرنا. مساء الفل، مبروك عقبال المئويه، اهلا بالستات. اهلا 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 يا حاج محمد يا عمده، كبير مستشارين مصر كلها. احنا اهلا وسهلا بحضرتك. احنا في معرض القاهره الدولي للكتاب يا ريس. ما شاء الله، بس ده مناسبه جديده. يا بختكم يا محمد، ما قلتليش كنت جيت معاه. محمد سالم بيسلم عليك وبقول لك الف مبروك للبرنامج. ربنا يبارك فيكم جميعا، واحلى تحيه لكل العاملين في طبعا في معرض الكتاب عقبال المئويه. امين يا رب العالمين يا رب، صحتك وعافيتك. وتحياتي للاعلاميتين الرقيصتين لميس والانسه مسيد. طبعا كل التحيه. انت مش عامل شعر لينا يا استاذ محمد ولا حاجه؟ حافظ، اقول لك شعر. الله عليك، يا ريت يا باشا. من شوقي ليك بندى عليك، بالحب مره والعشق مره، وغرامي ليك بيهزني، اصلك يا روحي بلسم جروحي، وبحس بيك وتحسني. انا مهما غبت او يوم بعت، جواك حنان بيشدني، وياخدني تاني النور عينيك، يرسمني زهره بين ايديك، ترجع يا روحي تشمني. الله 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 على الجمال والاحساس. محمد باشا، كلامك والله بسم الله مش قادر. ايه الشعر الجامد؟ الاديب محمد سالم والمفكر الكبير قاعد معايا بيسلم على حضراتكم وبيبارك لحضراتكم. سلمنا عليه كلنا، سلمنا عليه كل التحيه والسلام ليهم جميعا عليه. طبعا من اهلا بالستات، بنحييهم جميعا. الله يخليك، المكالمه عزيزه علينا يا محمد بيا شريف، ربنا يخليك ويديك الصحه والعافيه. تشرفوا بيكم يعني، ومن نجاح لنجاح كده دايما يا رب. امين يا رب، وبالتوفيق في المعرض ان شاء الله. والتوفيق في المعرض لنا لقاء ان شاء الله، ونتشرف برضه بيكم في اسكندريه يعني. ده شرف لينا يا فندم، ده شرف لينا ان شاء الله. ايوه ان شاء الله، تحت امرك. شكرا يا ابو شريف يا غالي. شايف الجمال؟ ايه اليوم الحلو ده؟ تفاعل ده والناس ومعرض الكتاب لا المشاعر كمان حلوه يا شايف. ان الناس مبسوطه معانا وبتعيد علينا، مشاعر حلوه. انت عارفه الخلطه هنا، التكه هنا بتاع البرنامج، انا بستات ايه؟ الطبيعه. كل شيء مفيش تكلف، احنا على طبيعتنا. ودي فعلا ضيوفنا لما بيجوا لنا بنقول لهم احنا ضيوف عندكم في بيتكم. صح، يعني مش انتوا الضيوف عندنا، احنا ضيوفكم. لان احنا بنخش كل بيت عربي، كل بيت مصري، في كل انحاء الجمهوريه. الحمد لله الحمد لله. انا ما بلف محافظات، انا دايما بلف محافظات كتير جدا جدا في شغل وفي فسحه، بعرف عايز اروح. بتحب دايما بحب الف اشوف افكار كده وانا ماشي. تفاعل الاطفال بالذات في الكوره حاجه مختلفه جدا، مختلف. الاطفال الصغيرين اللي بيتفرجوا علينا. لا بس احنا العيله كلها. ايوه، ما هو ده ترمومتر الايه، ما البنت الشارع كان ما ده ترمومتر الايه، البيت الصغيرة يبقى الأسرة كلها. صح، بس صح. ده ترمومتر البيت، دول عارفين كل تفاصيلنا حتى مع بعض يا شيف. يقول لك ده بيقول لها كذا، دي بتقول له كذا. ده بيعملوا يعني، عارفين يعني، حاجة جميلة كأنهم بيتفرجوا على المسلسل. بالظبط، ده حقيقة. عايشين معانا، هم أهلنا وفاهمين يعني إيه ما نقلش وفي إيه ما نقلش. أيوه فاهمين كل حاجة. طب فاكر بقى لما احتفلنا بعيد ميلادك اللي احنا مش عارفين هو 62 ولا 63 ده؟ 65 العادي. قول بقى الحقيقة والنبي يا شيف، دلوقتي لحظة حقيقة. لا والله ما أعرف، أنا قد كام سنة.